جمعية الشبيبة المدرسية بإقليم قلعة سراغنة انخرطات يعني في مسلسل متابعة هذه القضية اللي يعني هزت الرأي العام المحلي والوطني نظرا للتداعيات ديالها الخطيرة ونظرا لارتفاع عدد الضحايا وكذلك يعني الخصوصية التي تتميز بها الضحايا من حيث الفئة العمرية. هن تلميذات قاصرات بين سن 9 و11. نحن كجمعية جمعية الشبيبة المدرسية نلعب دورا يعني نقابيا بالدفاع عن حقوق التلميذ، ومن الطبيعي ان ننخرط في مسلسل الدفاع ومواكبة الضحايا نظرا يعني الحاجة الملحة للتآزر والمدافعة عنهن. الشبيبة المدرسية تابعت الملف منذ بدايته وبتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية يتم بحث سبل تقديم الدعم النفسي لهذه التلميذات الضحايا. كما صرح السيد المدير الإقليمي مشكورا أنه تم تخصيص الحصص الأولى للدراسة لتقديم الدعم النفسي من طرف الأستاذة المكلفة بتدريس الأقسام المسندة للأستاذ يعني المتابع في هذه القضية. نتمنى أن تكون هذه العملية سريعة بحيث أن الفتيات تعيشن هن وأسرهن يعني وضعية نفسية محرجة وخطيرة ومقلقة. كما نتمنى أن يتطوع بعض الأطباء النفسانيين المتخصصين في الطب النفسي للصغار من أجل تقديم الدعم لهذه الفتيات. نناشد كذلك السلطات المحلية والإقليمية لاتخاذ تدابير لازمة لمواكبة التلميذات على متابعة دراستهن في وضعية جيدة سواء من الناحية التحصيلية أو من الناحية النفسية. كما نسجل في الشبيبة المدرسية أن هناك تداعيات لهذا الملف على تلاميذ مناطق أخرى بحيث دخل الشك لنفوس الأسر. نؤكد أن هذا الحدث معزول ولا يرقى لأن يكون ظاهرة بحيث أنه يعني نقدر العمل الجليل الذي يقوم به رجال ونساء التعليم في المداشر والمدن والدور المهم في الرقي بالوضعية التعليمية التعلمية. كما نناشد وسائل الإعلام والمجتمع المدني للتعاطي بمهنية وحرفية عالية مع هذا الملف نظرا لحساسيته وللتأثيرات النفسية التي يسجلها في نفوس الضحايا وأسرهن والمحيط الذي يعيشون فيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.